السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي لغات، موعدنا النهاردة مع درس جديد ودروس اللايف ماثماتكس. والدرس النهاردة البروبابيلتي. هناخد النهاردة في البروبابيلتي سام بيزك تيرمز اند كونسبتس. طبعا أول مفهوم لازم نعرفه في البروبابيلتي بإذن الله هو الراندوم اكسبيرمنت. طيب طبعا انا عندي الاكسبيرمنت ديت بتنقسم في الحياه لتو تايبس، اللي هو راندوم اكسبيرمنت انت ليها تجربه علميه، زي ان انا بحط اتش 2 اس 4 على مثلا اف اي او اي تجربه علميه بتتم في المعمل، فدي اسمها ساينتفك اكسبيرمنت. انما في البروبابيلتي احنا هنتعامل مع الراندوم اكسبيرمنت. ايه هي الراندوم اكسبيرمنت دي يا جماعه؟ هي اكسبيرمنت وي نو اول of its outcomes، نعرف كل الـ outcomes بتاعتها، النتائج بتاعتها هيحصل ايه قبل حتى ما اعملها. But we don't know which one will happen. عارفين كل النتائج بتاعت التجربة لكن ما نعرفش بالتأكيد أنهي واحدة هتحصل. يبقى ايه هي الـ random experiment يا جماعة؟ It is an experiment. We know all of its outcomes before we do it. يعني عارفين كل النتائج بتاعتها before we do it، قبل ما نعملها خالص. But we can't predict، نتوقع which of these outcomes will occur when we do the experiment، ما نعرفش يعني واحدة هتحصل. تمام، زي ايه كده؟ طبعا for example tossing a coin one، يعني tossing a coin one دي random experiment، انك انت لما بترمي الكوين زي ما احنا شايفين كده يبقى عندك، انت عارف ان هيحصل ايه when we tossing a coin once، يا اما هيظهر لك هيد او هيظهر لك تيل. تمام، يبقى انا عارف الاوت كامز بتاعتنا هيد او تيل، لكن وي دونت نو ويتش وان ويل هابن، ما نعرفش بالتاكيد مين اللي هيحصل. سو ذات ذيس اكسبيرمنت وي كان سي ات از ايه راندوم اكسبيرمنت. اوكي، another example throwing a die once. طبعا لما بنرمي الداي وانس او توسن كاي وانا داي وانس بيحصل ايه؟ انا عارف ان هيظهر لي نمبر فروم 1 تو 6، يعني الاوت كامز بتاعتها تبقى 1 2 3 4 5 6. كل دي الاوت كامز بتاعت الثروينج داي وانس، وات وي دونت نو ويتش وان ويل هابن. اوكي، نتعرف على تعريف جديد والسامبل سبيس. ايه هو السامبل سبيس يا جماعه؟ زي ما قلنا الراندوم اكسبيرمنت ليها اوت كامز. ذا سيت كونتينز اول ذا اوت كامز اوف ذا راندوم اكسبيرمنت از كولد سامبل سبيس. يبقى ايه هو السامبل سبيس يا جماعه؟ او الاوت كامز سبيس. ات از ا سيت اوف اول اوت كامز اوف ا راندوم اكسبيرمنت. يعني لما بنعرف ايه هي كل اوت كامز بنحطها في سيت وبنسميها السامبل سبيس. اند ات از denoted باي اس. For example قلنا tossing a coin one بيكون عندي ايه؟ sample space هيكون في اي، وقلنا هيظهر head او tail، يبقى لو رمزنا head بال h وال tail بال t يبقى sample space هنا هيبقى head or tail. طيب تعالوا نحل كام example او نتعرف ازاي نجيب sample space بتاع random experiment. Determine which of the following random experiment and which is not. Then write the sample space. Okay. Tossing a coin once and observing its appearance face. طبعا دي random experiment زي ما اتفقنا ولسه قلنا اتكلمنا عليها كتير. وقلنا sample space هيبقى ايه؟ head او tail. تمام، بنحطهم في sets ويبقى ده sample space of this random experiment. Tossing a die once and observing the number appearing. طبعا when we tossing a die once and observing the appearing on the upper face. طبعا قلنا بتبقى ايه؟ طبعا دي random experiment. ليه random experiment؟ لان انا عارف ان الاوتكمز بتاعتها كلها اللي هي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 and so on.
يبقى ديت النمبرز اللي ابيرنج وين وي توسنج الاي وانز. وزي ما اتفقنا ما دام انا عارف كل الاوت كامز يبقى دي راندوم اكسبيرمنت. طبعا ما وي دونت نو ويتش وان ويل هابن، مش مين اللي هيظهر، انا نمبر اللي هيظهر ده ما بيبقاش معروف. Drawing one card from five cards numbered from 10 to 14 and observing the writing number on the card. طيب ما هو برضه انا لما اسحب كارت من 5 cards numbered from 10 to 14 يبقى انا اوريدي عارف ان الاوت كامز بتاعتي اي كارت هسحبه هيبقى كام؟ كاريز اي نمبر 10 11 12 13 or 14. يبقى دي برضه هتبقى سامبل راندوم اكسبيرمنت، يبقى السامبل سبيس بتاعها زي ما اتفقنا هيبقى ايه 10 11 12 13 and 14 ودي الراندوم. Drawing a card يعني اسحب كارت from a bag contain some numbered cards without knowing numbers، مش عارفين النمبر اوف كارد كام ولا الكارد ذات نمبر باي ويتش نمبر. يبقى دي اصلا فين الاوت كامز اللي انا عارفها ما اعرفهاش، فدي بالتالي هتبقى ايه نوت راندوم اكسبيرمنت، ات از نوت ايه راندوم اكسبيرمنت. اوكي choosing a prime number lies between 15 and 32. طبعا احنا عارفين ايه هي البرايم نمبر، معروفه البرايم نمبر اللي بين 15 و 32 طبعا، يبقى راندوم اكسبيرمنت. يبقى السامبل سبيس بتاعنا هيبقى كام؟ 17 19 23 29 دي البرايم نمبرز سوري اند 31. يبقى دي البرايم نمبرز اللاين بتوين 15 اند 32، انا عارف كل الاوت كامز اهو، يبقى بالتالي دي راندوم اكسبيرمنت. ونشوف اكزامبل تاني. رايت اسامبل سبيس of tossing coin twice and observing the sequence of head and tail showing the number of its element. طيب يعني اتفقنا when we tossing the coins once we know that the outcomes will be head or tail. طيب يبقى في اول مرة انا هيجي لي يا اما head في الايه في الفيرست throwing او الفيرست tossing هيجي لي head او tail. طيب عايزين نفكر مع بعض في الفيرست توسنج دي لو ظهر لي هيد بعد الهيد ممكن يظهر لي تيل او هيد، اي واحد فيه يبقى هيد اور تيل، مش شرط عشان ظهر لي في الهيد في الفيرست توسنج هيد يظهر لي هيد مثلا او تيل مثلا، لا اي واحده فيهم. وبنفس الشيء لو ظهر لي تيل في الفيرست توسنج يبقى في السكند توسنج هيظهر لي ايه برضه هيد اور تيل. يبقى انا كده ايه الاحتمالات اللي عندي بتاعت الابيرنج اوف هيد اور تيل؟ ممكن يظهر لي اول حاجه هيد اند هيد، هيد اند تيل، تيل اند هيد، تيل اند تيل، وده السامبل سبيس اوف ذيس راندوم اكسبيرمنت. طبعا هنا سألني قال لي النمبر اوف اتس element، هنا نمبر اوف element اوف ذيس سامبل سبيس ايكوال 4 اللي هم 4 اوردر بير اللي هم اتش و اتش، ده اول اوردر بير اتش و تي، ده سكند اوردر بير تي و اتش اند تي و تي. رايت اسامبل سبيس اوف توسنج ا داي تو كونسكيوتيفز تايمز اند اوبزرفنج نمبر اوف ابيرنج اون ذا ابر فيس. احنا قلنا الدايس لو احنا توسنج داي وانس هيظهر لي النمبر فروم 1 تو 6، يبقى في المره الاولى هيظهر لي كام؟ 1 اور 2 3 4 5 اور 6 اي نمبر فروم 1 تو 6. طيب افرض انا ظهر لي في المره الاولى 1 هيظهر لي في المره الثانيه كام؟ يا اما 1 يا اما 2 3 4 5 6 اند سو اون. طبعا هنا لو عملنا 6 تايمز 6 هيظهر لي 36، يبقى انا هنا هيبقى عندي 36 اوردر بير كان بي جيتنج وين وي توسن لايه؟ اكوين سوري اداي توايس. فبنعمل ايه عشان نكتب السامبل سبيس بطريقه سهله ومريحه شويه؟ بنقول لو انا عندي الفيرست توسنج
والسكند توسنج. في الفيرست توسنج لو ظهر لي 1 2 3 4 5 4 6 زي ما اتفقنا. في السكند توسنج اتفقنا برضه هيجي لي 1 2 3 4 5 4 6، يبقى ممكن يجي لي ايه زي ما اتفقنا بقى وهنشوف. 1 اند 1 1 اند 2 1 3 1 4 1 5 1 6 او 2 1 2 اند 2 2 3 2 4 2 5 2 اند 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 and 6 6 and 1 6 and 2 6 3 6 3 4 6 5 6 6 زي ما اتفقنا هنا الـ number of element هيبقوا كام؟ 36 اللي هي 6 times 6 أو 6 بار 2. طب افرض أنا كنت رميت الدايس ده 3 تايمز هيبقى النمبر كام؟ هيبقى 6 تايمز 6 تايمز 6 او اقدر اقول عليها 6 بار 3 اللي هي 260. تمام؟ ونشوف اكزامبل تاني. A box contains 3 balls white, red and black. The experiment is drawing 2 balls and observing the color. State the sample space in each of the following cases. If the two balls drawn one after one by replacement. يعني هاخد واحدة وبعدين هاخد واحدة. بس قبل ما اخد التانية هعمل replacement، يعني هرجع الايه البول مكانها تاني الاولانية. او if the two balls drawn one after one برضو without replacement. يعني هاخد بول لكن لما اخدها مش هرجعها تاني. تالت حاجة if the two balls drawn together simultaneously، يعني هاخد الكورتين مع بعض في نفس الوقت. طب تعالوا نشوف أول حاجة لو إيه عملت replacement في أول مرة في أول drawing أو أول سحبة ممكن يجي لي إيه أول كورة الوايت. لو جت الوايت في السحبة التانية هيجي لي إيه برضه ما أنا هرجعها، يبقى في السحبة تانية ممكن هيجي لي وايت اور ريد اور ريد اور بلاك. طيب افرض جات لي في السحبه الاولى ريد، ما في التانية برضه هيجي لي يا اما وايت يا اما ريد اور بلاك زي ما اتفقنا، لان انا بعمل ريبليسمنت يعني برجع لي البول مكانها ده. ولو بلاك هيجي لي كام؟ برضه في السكند دروينج هيجي لي وايت اور ريد اور بلاك. طبعا هنا 3 طبعا هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 هيبقوا كلهم 9. تعالوا نكتبهم. السامبل سبيس هيبقى ايه؟ وايت 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 وريد وايت اند بلاك ريد وايت ريد 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 بلاك بلاك وايت بلاك ريد بلاك اند بلاك. يبقى عددهم كام هنا زي ما احنا شايفين؟ 9. النمبر اوف سامبل سبيس هيبقى كام؟ 9. طيب تاني حاجة قال لي طب افرض انت ما عملتش وزاوية الريبليسمنت، يعني مش هترجع الكرة اللي انت سحبتها. طب لو انا جات لي في المرة الأولى وايت يبقى هيتبقى تو بولز، يا اما ايه في المرة التانية يا اما هتجي لي بقى ايه يا اما ايه بلاك او ريد. طب افرض كانت في الأولى جات لي ريد يبقى هيتبقى تو بولز، يبقى في السحبة التانية هتجي لي واحدة منهم اللي هي وايت اور ريد اور بلاك سوري. طب افرض كنت انا في السحبه الاولى جات لي البلاك يبقى في السحبه الثانيه هيجي لي ايه؟ يا اما وايت يا اما ريد. يبقى السامبل سبيس هنا هيبقى ايه؟ وايت سوري وايت وبلاك وايت وريد ريد وايت ريد وبلاك بلاك وريد بلاك وايت. النمبر اوف سامبل سبيس هنا هيبقى كام؟ 6 اونلي. طيب لو انا سحبت التو بول توجيزر يبقى ايه؟ هياخد هيجي لي يا اما وايت وريد او يا اما وايت وبلاك
يا اما بلاك وريد، ودولت يبقوا كام probability 3 probability. ندخل ونتعرف على مفهوم جديد في البروبابيلتي اللي هو الايفنت. ايه هو الايفنت؟ الايفنت يا جماعه is any subset of the sample space. any subset of the sample space is called event. اول ايفنت عايزين نتعرف عليه اسمه the certain event او sure event. the event is called certain event or sure event if it is contain all the elements of the sample space. يبقى it is an event whose element are the element of the sample space. يبقى نفس الاليمنت بتاع السامبل سبيس هي الاليمنت بتاعت مين؟ الشور ايفنت. The impossible event الحدث المستحيل اللي هو هنرمز له بالرمز ايه؟ فاي. ال impossible event it is event hasn't no element and denoted by زي ما احنا شايفين سيمبل فاي. يبقى انا هنا اتعرفت على تو ايفنت الايه؟ الامبوسيبل ايفنت اللي هو doesn't contain any element او الشور ايفنت او certain ايفنت اللي هو contain the all the element of the sample space. طبعا بعد كده عندي سيمبل ايفنت. ايه هو سيمبل ايفنت او الالمنتري ايفنت؟ السيمبل ايفنت is an event contain only one element. اي ايفنت contain only one element بيبقى اسمه سيمبل ايفنت. طبعا بعد كده هنتعرف على الاوبريشنز اون ذا ايفنت. الاوبريشن اون ايفنت اول حاجه ذا انترسكشن اوف تو ايفنت اللي هي كلنا عارفين ان علامة الانترسكشن اللي قدامنا ديت. فلو انا عندي ايفنت A وعندي ايفنت B وعايزين نعرف الانترسكشن بتاعهم ده هو. لو افترضنا ان الريكتانجل ده ريبريزنت ده ايه؟ ده سامبل سبيس. وده الايفنت A. وده ايفنت بي. طبعا فين الانترسكشن هنا يا جماعه؟ هو الجزء ده كده. يبقى الانترسكشن هنا معناه الاليمنت ان اي اند بي اللي هو it is an event. بنقول بقى في البروبابيلتي اللي هو ايه؟ it is an event the occurrence of both a and b together. يبقى هنا الانترسكشن معناه ايه؟ it is the event of occurrence of both a and b together. او ممكن نقول عليه it is the event of occurrence of the two event at the same time. يبقى هنا خد بالك من حاجه مهمه جدا. الديفينيشنز دي بتاعت الاوبريشن بتاعت الايفنت مهمه جدا. ليه؟ لاني ممكن هجيب لك المساله فيها ايه هو what is the probability. وده في الدروس الجايه what is the probability of occurrence the two event together or what is the probability to get the event A and B. What is the probability to get the occurrence of the two event at the same time. يبقى كل دي expression means ال A intersection B. يبقى تاني ال event بتاع ال A intersection B هو ال event of occurrence A of both A and B together أو the event of occurrence of the two event at the same time. يبقى ده ال intersection. نروح بقى للايه؟ تاني حاجة اليونيون اوف ذا تو ايفنت. اليونيون اوف ذا تو ايفنت اللي هو A يونيون B. تمام. برضه بنفس الطريقة لو عندي السامبل سبيس اللي هو S وعندي ايفنت A وعندي ايفنت B. طيب. شوف هنا كده بقى ده اليونيون. اليونيون اللي هي all the element of A and B. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا درسنا في المراحل السابقة اللي هو كنا بنعمل ايه؟ ناخد ايه؟ all the element in A or B. يعني بناخد كل الاليمنت اللي في A or B.
طيب احنا بنقول بقى ايه الـ A يونيون B في الـ probability it is the event of occurrence A or B or both of them. يعني هنا يبقى ايه الـ union هنا معناه it is the event of occurrence A or B or both of them أو it is the event of occurrence one of them at least. إذا إيه؟ Event of occurrence of one of them at least. يبقى الـ union هنا بالـ expression بنقول عليه إيه؟ It is the event of occurrence A or B. Or both of them. طب لو قال لي A or B بس طبعًا هيبقى union. It is the event of occurrence of one of them at least. أوكي؟ نروح للثيرد اوبريشن اللي هي the difference between two events اللي هي A difference B. طيب نفس الكلام انا عندي السامبل سبيس S اهوت وعندي الايفنت A وعندي الايفنت B. الديفرنس اللي هو ايه الاليمنت ان A but not in B. فين اللي هو هو ده كده الاليمنت اللي في A but not in B. هنا بنقول على دي لإيه؟ It is the event of occurrence A, the event A, oh, and A non-occurrence of B. أو ممكن نقول عليه It is the event of occurrence only A, أو A only. يبقى الـ A difference B دي اللي هي إيه؟ It is the event of occurrence of A and non-occurrence of B. أو ممكن نقول عليها It is the event of occurrence A only, أو only A. طبعا لازم نبقى عارفين كويس ان A difference B هي نفسها A intersection B dash. يبقى A difference B هي نفسها equal مين يا جماعة A difference B A intersection B dash. اوكي the complement of an event اللي هو A dash. لو انا عندي event an event A ادي sample space يا جماعة وادي الايفنت A. الايفنت A dash اللي هو non-occurrence A. It is the event of non-occurrence of A. يعني لو الـ A هو الحدوث يبقى الـ non-occurrence يبقى A dash. يعني مثلا أنا لو بقول الـ occurrence بتاع أو الـ probability to get to succeed in the exam for example 0.7 يبقى ال non-occurrence بتاع ال success يبقى يفل يبقى ان انا هيبقى كام ال probability بتاع ده complement بتاع النجاح اللي هو الفيل اللي هو يبقى كام 0.3. هناخد هنا some important laws وهنتعرف عليهم المرة الجاية بطريقة أوسع لكن النهاردة هنعرفهم كويس لأنهم هنحتاجهم في الحصص الجاية لأن اليونت ده لسه فيه دروس تانية وتعالوا مع بعض نشوف أول حاجة. طبعا أول شكلين أو أول قانونين هناخدهم اللي هما دي مورجان لو ومورجان ده عالم فرنسي اللي هو وجد علاقات كتيرة واستنتج وأثبت علاقات كتيرة between the two things أو two events. The event of non-occurrence of any of the two events. The event of non-occurrence of any of the two events. أوكي لو أنا عندي sample space وعندي الايفنت A وادي الايفنت B. الشكل اللي قدامنا ده represent the event of non-occurrence of any of the two events. The event or the event of non-occurrence of A and non-occurrence of B. يبقى هنا الشكل ده اللي هو هنكتبه بالسيمبل زي اللي هو A union B dash. دي مورجان قال الـ A union B dash هي نفسها equal يا جماعة A dash intersection B dash. كده بينا ده الـ event of A of non-occurrence of any of the two events أو الـ event of non-occurrence A and the non-occurrence of B. أوكي. The event of non-occurrence of both A and B together. The event of occurrence at most one of them. كتير واحد فيه.
اللي هو هنسميه بقى ايه انترسيكشن بي داش، يبقى اللي هو ايه داش يونيون بي داش. اوكي زي ما اتفقنا كده، يبقى هو مين؟ يبقى الايفنت اوف اوكيرنس ات موست وان اوف ذيم، يبقى او الايفنت اوف نان اوكيرنس اوف بوث اوف ذيم اللي هو هيبقى ايه داش يونيون بي داش، او ايه انترسيكشن بي اول داش اللي هو كومبلمنت يعني. طيب لو انا عندي الايفنت ايه وعندي الايفنت بي، the event of occurrence of B or non-occurrence of A. طيب اللي هو هيبقى مين؟ ايوه ده الـ event of occurrence B but sorry or non-occurrence of A، اللي هو هيبقى مين؟ برضو the event of non-occurrence of A only. الـ event of A non-occurrence A only. أو the event of occurrence of A only or occurrence B only. لو هنسميه A difference B dash. اللي هو هيبقى equal A dash union B. وبعدين نتذكر إن A difference B dash اللي هي A dash union B. أو ممكن بعد كده لما هناخد الـ laws of probability هنعرف ان a minus b داش هي هتبقى 1 minus a difference b، وده هنعرفه الحصة القادمة بإذن الله. mutually exclusive event. الـ event a and the event b زي ما احنا شايفين كده doesn't intersect، يبقى so we call these two events is a mutually exclusive event. يبقى two events A and B are mutually exclusive even only if A intersection B equal A fine. مفيش intersection. طيب لو انا عندي set of events يعني ال event A وال event B وال event C and so on are said to be mutually exclusive if and only if each pair of them is mutually exclusive. يعني A intersection A dash equal 5، وده برضو عاوزك تعرف ان ايه يونيون ايه داش ايكوال السامبل سبيس اس. In the experiment of tossing die once and observing the number on the upper face, determine the sample space, then state each of the following event. The event of getting number greater than 3, the event of getting number less than 5, the event of getting number divisible by 3, the event of getting odd number and not prime, e the event of getting number between 2 and 3, 6f the event of getting number between 0 and 7. اوكي اول حاجه هو طلب مني events، يبقى لازم اجيب السامبل سبيس قدامي كده عشان يبقى واضح. هنا توسنج داي وانس يبقى السامبل سبيس يبقى 1 2 3 4 5 and 6. اوكي اول ايفنت ايه اللي هو ايفنت اوف جيتنج نمبر جريتر ذان 3. اوكي يبقى الايفنت ايه هيبقى كام؟ جريتر ذان 3 يبقى 4 5 and 6، يبقى ده الايفنت ايه. ثاني حاجه ذا ايفنت اوف جيتنج نمبر ليس ذان 5. اوكي لا يبقى كام؟ 1 2 3 4. The event of getting number divisible by 3، ايه number divisible by 3 اللي هي from 1 to 6؟ طبعا هيبقى 3 itself and 6. رابع حاجة the event of getting odd number and not prime. طيب ايه هي ال odd number اللي عندي from 1 to 6؟ هي 1 و 3 و 5. طب ما هو 3 وال 5 برايم، يبقى الوحيد اللي نوت برايم اللي هو مين؟ ال 1. خد بالك ال 1 دوت السيت ديت او الايفنت ديت كونتين 1 element، يبقى دي ايه؟ سيمبل ايفنت، يبقى دي سيمبل ايه؟ ايفنت. اي ذا ايفنت اوف جيتنج نمبر بتوين 2 اند 3. اوكي هنا في السامبل سبيس انا عندي الاوت كامز اللي هي 1 2 3 4 5 6، ما فيش ديسمال عشان يبقى في نمبر بتوين 2 اند 3. يبقى الايفنت اي ايكوال 5 هاز نو اليمنت اللي هو قلنا عليه امبوسيبل ايفنت.
اخر ايفنت اللي هو الايفنت اوف جيتنج نمبر بتوين 0 اند 7. طبعا هنا بتوين 0 اند 7 هيبقى ايه اللي هو 1 و2 و3 و4 و5 و6 اللي هو هيبقى يا جماعة شور ايفنت او سيرتين ايفنت. ونروح مع بعض نحل شوية مالتبلاي تشويز بروبلمز. نمبر 1 in the experiment of choosing a digit from a digits of the number 2, 6, 3, 4, 5 random, then the sample space is. طيب هنا انا هختار ايه؟ choosing a digit يعني ديجيت واحد، يبقى هنا السامبل سبيس هيبقى كام؟ التو والسكس والثري والفور والفايف، أو سكس تو ثري وفايف وفور وهكذا، اللي هو الاختيار كام دي؟ Drawing a card from numbered cards without knowing the number written on these cards represent a random experiment, a not random experiment, an impossible event, a certain event. طبعا احنا الراندوم اكسبيرمنت وي نو اول اتس اوت كامز، لكن هنا هو بيقول لي ايه؟ without knowing the number written on these cards. وبيقول لي برضه drawing a card from numbered card. كام ال numbered card دول؟ ما قاليش برضه، يبقى دي not a random experiment. اوكي. In the experiment of shooting a target. Shoot a target with the note of for hitting the target by the symbol H. If you hit the target, it is H. And not hitting the target by the symbol no, N, يعني no hitting. And the experiment is shooting 3 times at most, where it stopped at hitting the target. Then the sample space is A. طبعا هنا قال لك ايه؟ at most، يعني التجربة هتجرى بالكتير 3 مرات. But it is stopped hitting the target. Stopped at hitting the target. يعني لو مرة واحدة و hit a target from the first timing، the ايه؟ the experiment stopped. وهكذا. وقلنا ان الـ experiment will stop if we hit a target. يبقى if I hit a target from the first time okay the experiment stopped. طيب ممكن no وبعد كده hit يبقى the target stopped، ممكن no hit يبقى كده the target stopped لان قلنا at most 3 times، وممكن no يبقى doesn't hit the target لكن التجربة هتقف لأن احنا قلنا at most 3 times. يبقى هو ده السامبل سبيس بتاعنا وده الاختيار دي. In the experiment of tossing 3 distinct coins once and observing the sequence of the appearance of head and tail. The number of element of sample space equal k. طبعا هو هنا الكوين has two outcomes اللي هم head او tail. لو انا هرميه مرة واحدة يبقى الاوتكمز بتاعتي sample space contain 2 bar 1 يعني 2 outcomes. لو مرتين هيبقى 2 bar 2 يعني 4. 3 times هنقول يبقى 2 bar 3 يعني equal 8 يعني sample space contain 8 element. برضه هنا in the experiment of throwing a dice 3 times in succession then the number of sample space element كام؟ طبعا هنا بقى ال die contain كام؟ ال outcomes بتاعت ال dice كام؟ 6، وهنرميه كام مرة؟ 3 times. يبقى ما دام 3 times يبقى هنقول 3 bar 6 bar 3 اللي هي تبقى كام؟ 216 element. In a random experiment, a box contains 3 similar balls, number from 1 to 3.
two balls are drawn one after one with replacement. The first drawn ball before the second is drawn and observe the product of the two numbers appearing on the two balls. Then the number of elements of the sample space equal to n. طيب هو في الاول انا اول هنا drawing او اول سحب ليا هيجي لي كام؟ يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3. طب لو جالي في المره الاولى 1 ما هو ممكن يجي لي 1 2 3. طب لو جالي في المره الاولى 2 ما هو يجي لي 1 2 3. في المره الثالثه الاولى 3 يبقى برضه هيجي لي 1 2 3 وهكذا. يبقى دولت في كل مره يبقى عندي 3 probability، يبقى 3 تايمز 3 تبقى كام؟ 9. In the experiment of forming three digit number of different digits from the set of digits 3, 0, 5, 6. Then the number of elements of sample space equal to. طيب خد بالك انا عايز اعملهم هنا different و 3 digit. طيب لو احنا حطينا هنا في ال 10 3 او في ال unit 3 يبقى بعدها يبقى في الايه؟ في الثاني يبقى كام؟ 0 5 6. طيب عندي هنا 3 0 يبقى الرقم الثالث او الديجيت الثالثه هيبقى كام؟ 5 او 6. طب لو هو 3 5 هيبقى 0 او 6. طب لو هو 3 5 هيبقى كام؟ 0 او 5. يبقى هنا الارقام اللي هنشتغل فيها لو ال 3 هي اللي في اليونت او في ال 100 حتى يبقى 305 306 350 356 366 366. خد بالك هنا انا ابتديت بال 100 ابتديت بال 3. نفس الحكايه لما اكررها مع ال 5 هم كام نمبر دول؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى لما اعيد التجربه هنا تاني مع ال 5 يبقى عندي 3 6 برضه يبقى 12 واعيدها مع 6 تاني في ال 100 يبقى 6 و6 يبقى 18. طب هل هينفع احط الزيرو في ال 100؟ لا مش هيبقى 3 ديجيت نمبر، هيبقى 2 ديجيت نمبر. يبقى انا عندي اللي ينفع في ال 100 هيبقى ال 3 او ال 5 او ال 6 يبقى 18 element only. In the experiment of tossing dice 3 times and observing the number of times the appearing of number 6 in the upper face. Then the number of elements of the sample space. طبعا قلناها قبل كده 6 بار 3. In the experiment of shooting on a target where the experiment stops at hitting at the target twice or not hitting the target twice. يعني التجربة بتنتهي if you hit a target twice or not hitting it as a target twice. Then the number of element of the sample space equals. طيب احنا هنقول طبعا الهيت يعني ايه؟ اصبت ونوت يبقى ايه؟ ان اللي هي نوت هيتنج. يبقى هنا ممكن نقول ايه؟ هيت وهيت يبقى تو تايمز يبقى الاكسبيرمنت will stop now. طب افرض في المره الاولى هيت وفي المره الثانيه نو وفي المره الثالثه هيت يبقى انا اصبته مرتين برضو. الاكسبيرمنت ستوب. طب افرض انا هيت ونو ونو يبقى برضو ستوب. يبقى ان وان برضو ستوب. يبقى ان واتش واتش ستوب. يبقى ان واتش وان ستوب. يبقى عندي الاليمنت هنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 يبقى ايه؟ 6 اليمنت. If A and B are two events from the sample space S, then shaded part in the opposite figure represent. خد بالك هنا shaded part كله ما عدا الجزء الابيض من الـ A الـ event A اللي هو ده هيبقى كام؟ A difference B اللي هو A dash union B. تمام كده اللي هو A difference B complement اللي هو A dash union B. A card drawn from 10 identical cards number from 1 to 10. Then the event of appearing a number divisible by 2 on the card is
ايه هي النمبر اللي ديفيزبل باي 2 فروم 1 تو 10 يا جماعه؟ اللي هي 2 و4 و6 و8 و10. يبقى ده السامبل سبيس بتاعنا 2 و4 و6 و8 و10. تمام كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهارده.